طيب يبقى معنا الآن قسم سهل جدا، أعمال القلوب. أعمال القلوب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أول باب، ذكر باب المحبة، وثنى بباب الخوف، صح؟ لماذا؟ لأن تقدم معنا أن المحبة على ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، محبة في الله أو لله واجب أو تقع على الإيمان، ومحبة طبيعية. حب، وبعد الحب ذكر ماذا؟ الخوف، وذكرنا الخوف، خوف عبادة وتعظيم والسر صرف لغير الله شرك أكبر. خوف طبيعي جائز، يخاف من اللصوص من قطاع الطريق من النار، وهذا جائز طبيعي. وخوف محرم، الخوف المؤدي لقنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. السائر إلى الله لابد يجمع في سير إلى الله بين الخوف والرجاء، يجعلهما كجناحي الطائر. الطائر لو عنده جناح أقوى من آخر يسقط، فلا تغلب جانب على جانب. لكن قال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف المؤمن تنظر إليه في وقت السراء تجد خائف، وفي وقت الضراء تجد مطمئن. إذ يغشيكم النعاس، أي وقت الحرب نعاس، ووقت السلم قال هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ مفهوم؟ إذا تسير إلى الله تجمع بين الخوف والرجاء. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء، كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذاب هذا في ماذا؟ في هذا الذي قدم على محبة الله. قارون قدم محبة الأموال عذب بماله، فرعون قال وهذه الأنهار تجري من تحت، جعلها الله تجري من فوقه، عذب بماله، صحيح؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل، خليل الله، الخلة هي التي تملك سويداء القلب، ما يوجد محل لأحد. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. جاء إسماعيل وبدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحب هذا الولد الذي جاء بعد زمن طويل بعد كبر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر الخليل في ماذا؟ في الخلة، هل دخلت هذه المحبة أو لا؟ رأى في المنام رؤيا أنه يذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع؟ إبراهيم خليل الله يحب الله ولا يقدم محبة أحد، أمره الله بقتل ابنه الوحيد، ماذا صنع؟ كان يستطيع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأتي وإسماعيل نائم أذبحه انتهى الأمر، صح؟ لا، أراد الخليل أن يشرك إسماعيل عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الأجر، واحد. الثاني، ممكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تفاجأ بهذا الأمر ويحدث منه شيء نفور أو شيء من هذا، فأراد أن يهيئ إسماعيل لهذا. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، اشترك في الأجر، اشترك في هذه الخلة الآن، افعل ما تؤجر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى وجه إسماعيل، لأنه لو ينظر إلى وجهه قد يرق له، فجعل وجه إسماعيل على الأرض. هنا ماذا حصل؟ المطلوب وهو الخلة، قدم محبة الله على محبة كل شيء. إذا لا داعي لقتل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الثاني يقول قضى الله قضاء
وقضاء الله لا يرد، أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. ويقول كل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به. تخاف من كورونا يجي كورونا، تخاف من الجن ها فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، إيش كان النتيجة؟ الجزاء من جنس العمل. تقدم خوفك من الله يخافك كل أحد، صح؟ صحيح ولا؟ والله إذا تقدم خوفك من الله على خوفك من كل أحد يخافك كل أحد. الله، الشيطان إذا رأى عمر في الطريق يسلك وادي ثاني، لا يستطيع أن يسلك هذا الطريق. نعم، إذن هذا باب المحبة وباب الخوف. يبقى عندنا التوكل،